السلام عليكم أعزائنا المشاهدين في قناة صوفيا مينا. موضوع اليوم هو ألغاز صعبة عن القرآن الكريم. لنبدأ على بركة الله. السؤال الأول، ما هي السورة التي لا يوجد بسملة في بدايتها؟ الجواب سورة التوبة. السؤال الثاني، ما هي السورة التي ذكرت فيها البسملة مرتين؟ الجواب إنها سورة النمل. السؤال الثالث، من هي المرأة التي ذكر اسمها صريحا في القرآن الكريم؟ الجواب إنها مريم كرم الله وجهها. السؤال الرابع، من هو الصحابي الذي ورد اسمه صريحا في القرآن الكريم؟ الجواب إنه زيد بن حارثة. السؤال الخامس، ما هو عدد السجدات الموجودة في القرآن الكريم؟ الجواب 15 سجدة. السؤال السادس، ما هي الكلمة التي جاءت في وسط القرآن الكريم؟ الجواب إنها كلمة ليتلطف في سورة الكهف. السؤال السابع، ما هي أطول آية في القرآن وفي أي سورة جاءت؟ الجواب إنها آية المداينة في سورة البقرة. السؤال الثامن، ما هي السورة الوحيدة في القرآن التي ليس فيها حرف الميم؟ الجواب إنها سورة الكوثر. السؤال التاسع، من هو النبي الذي ذكر في القرآن الكريم وأبوه نبي وجده نبي وجد أبيه نبي؟ الجواب إنه يوسف عليه السلام. ها قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن يعجبكم وصحفتكم.